السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلاب، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية. قسم المختبرات الطبية، المادة أمراض نسيجية، المرحلة الثالثة المسائي. اسم التدريسي محمد حيدر حمد. اليوم راح تكون المحاضرة مالتنا حول مايكروويف تيشو بروسيسنج اند سبيشال ستين. ذيك الفترة أو ذيك المحاضرات اللي أخذناها قبل سابقا كانت محاضرات حول فقط البروسيسنج تيشو، واستخدمنا فقط صبغتين اللي هي الأيوسين والهيموتوكسيلين. مثل ما عرفنا احنا الأيوسين والهيموتوكسيلين صبغات تصبغ لنا النسيج، حيث كان الهيموتوكسيلين يصبغ بصورة عامة. الهيموتوكسيلين يصبغ الأنوية الخاصة بالخلية، أما الأيوسين سيتوبلازم والمكونات الخاصة بالسيتوبلازم. اليوم راح نكون عندنا عدة أنواع من الأصباغ أو الألوان على مود تلون لنا الكثير من الأعضاء والأنسجة الموجودة بالجسم. نجي نطرق المن للمايكروويف بروتوكول. هذه مايكروويف بروتوكول احنا نسميها الطريقة القديمة أو التقليدية اللي كانوا سابقا يستخدموها. شنو فائدتها؟ فائدتها dehydration and clearing، اللي هي معناتها اللي هي التجفيف، يستخدموها في الكليرينج بالتقطيع، فائدتها بصورة عامة. بعد هذا المايكروويف كانت تختصر الكثير من الوقت أثناء العملية، يعني تحويلها من ساعات إلى دقائق. بعد شنو المايكروويف استاملايت ديفيجن سولين تشو باي انكريزنج انترنال هيد، يعني لازم تكون درجة الحرارة للنسيج داخل هذه العملية أو هذه الطريقة لا تتعدى 45 سيليزية ولا تقل عن 45 سيليزية. بعض شنو أهم الاستخدامات اللي هي الكحولات اللي نستخدمها بهذه الطريقة، اللي هي الإثانول والإيزوبروبانول والمكسور، يعني الخليط ما بين الكحول والبارافين. هنا نستخدم أو كنا قبل نستخدم الزايلين بهذه العملية التقليدية أو المايكرويف بروسيسنج تشو. الزايلين نوت نسسار، يعني مو ضروري. شنو السبب؟ السبب درجة الحرارة البارافين راح يأثر لنا عليما على الكحول. ثانيا الزايلين والفورمالين ما يصير نستخدمهم في آن واحد، راح يسوي لنا عندنا توكسيك عند الكونستريشن، يعني راح يسبب لنا فد اكسيد. البروسيس مايكروويف بصورة عامة اللي هي تتكون من ابسولوت كحول 15 دقيقة والكلورو فورم 15 دقيقة والبارافين 15 دقيقة. نجي هسه حاليا للسبيشال ستين. سبيشال ستين اللي هو نسميه الباس ستين، وين يستخدم؟ تستخدم بالكلايكوجين عن المايكرو بوليسكارايد. نستخدمه بالكلايكوجين والمايكرو بوليسكارايد، والريزلت مال الباستين راح تكون بريت او برايت بينك، يعني اللون الوردي براق. بروجين بلو، هذا الصبغه نستخدمها فقط وين شكو نسيج يحتوي على الايرون، لازم نستخدم بروجين بلو. الريزلت مالتها ابير بلو، والسيتوبلازم راح يكون بينك، والمايكروفاج اللي هو ستين براون. نجي هذا اهم السلايد النسيجي. المل الباس ستين يوضح لنا الكلايكوجين شلون اخذ اللون البينك واخذ اللون الريد. اما بالنسبه اللي هو بورز بلو ستين باللاينز بالرئه، اذا شوفوا اخذت الانويه لون البلو سوري البينك، اما سيتوبلازم اخذ اللون البلو. نجي الكونغوريد، طبعا مهمه هذه الكونغوريد، نستخدمها بالأميلويد والنتيجة راح تعطينا أبير ريد، اللون الأحمر الشفاف أو البراق نسميه. أما بالنسبة السودان بلوك اللي هو الأويل أو ريد نسميه، أو بصورة عامة نسميه الأو، نستخدمها بالفات، الأعضاء التي تحتوي على الفات. الريزلت راح تعطينا السودان لايك، الفات راح يتحول لنا أو ياخذ اللون الأسود، والنواة راح تحتوي على الأحمر تاخذ اللون الاحمر، والاويل او الاو راح يكون الفات ريد لوك لايك بلو. الفاين جيجين
الفانجل اللي نستخدمه بالكولاجين والرزط راح تكون كولاجين از ريد والنوكلاي بلو اذر تيشو يلو. نجي نشوف احنا الاميلويد هنا مثل ما قلنا احنا ريد بينك والنوكلاي يعني تحولت اللون من يعني اخذت اللون الاحمر والوردي، اما النواة اخذت اللون البلو. اما بالنسبة ان بولاريزنج مايكروسكوب راح اخذت اللون يا لون الجرين. هنا انا سودان بلاك، شوفوا الدهون تحولت الى لون البلاك اللي هو الاسود، اما الانسجة اخذت اللون البريد تو بينك. فانجيجين هذا الصور الاذر تشيو تحولت لليلو الاصفر، اما النوكلاي اخذت اللون البينك والتشيو او سيتوبلازم اخذ اللون الريد. ريتيكلان هذه صبغة نستخدمها بالفايبر، الانسجة اللي تحتوي اليمن على الفايبر. الريزلت راح الريتيكلان تكون بلاك والنوكلاي كولرنس يعني بدون لون او بدون صبغة والكولاجين براون. مثل فوليت وين نستخدمها اميلويد ان تشو، يعني وين موجود الاميلويد بالتشو نستخدم مثل فوليت. الريزلت راح تكون عندنا بوزيتيف تشو ريد تو فوليت. هذه الصبغة الثامنة كلش مهمة لازم يعني شوية ننتبه الها، ليش؟ لان نستخدمها اكثر حالات بالتي بي. والريزلت الباسلاي اللي هو التي بي راح تاخذ اللون الاحمر، فراح تعطينا دلالة على وجود هذه البكتيريا بالجسم. هذا اللي هي الفايبر راح يكون بينك، اخذناها من ليفر بايوبسي. اما هذا النسيج اللي هو الميثيل فوليت، اما هذا اللي هو موجود بالبينك توبركلوسيس باسلاي اللي هي شخصت لنا وجود هذا النوع من البكتيريا. طبعا الصبغة التاسعة الجنزا ستين دايجنوسيس بلود باراسايت، يعني تشخيص البلود يعني الطفيليات الموجودة بالدم. اما اخر نوع من الصبغة اللي هو الهوسفات بيروكسايد يستخدموها بدايجنوسيس انتيجين انتيبادي كومبلكس، يعني المعقد الموجود ما بين الانتيجين والانتيبادي. اذا راح نشوفها هذا النسيج يوضح لنا الجنزا ستين ويوضح لنا الطفيليات او الطفيلي الموجود وين بالبلاد. اما هذه النسيج راح يوضح لنا الانتيجين انتيبادي كومبلكس. ثانك يو فور لسن، شكرا جزيلا انكم طلاب، وان شاء الله انتظركم نلتقي في المحاضره القادمه. شكرا جزيلا.